الاتحاد السكندري، بينما الاتحاد السكندري وبابا فاسيليو. فبيبدا اللقاء بالمهدي سليمان رقم واحد في حراسه المرمى، في الدفاع مصطفى ابراهيم رقم خمسه، محمود شبانه سته، محمود متولي 14، ومروان داوود رقم 33. في المنتصف مورو سليفو رقم 18، كريم الديب 17، عبد الغني محمد 22، في المقدمه فان ديريك 20، بنجامين بواتينج 7، وإيمانويل أبي رقم 19. الاتحاد السكندري الفريق اللي في الموسم الماضي احتل المركز 11، التقدم والتواجد في وسط ملعب فريق الاتحاد. عبد العزيز السيد حكم المباراة قريب يقول لا شيء، راحت الاتحاد إلى كرة أرضية لكن يتألق الحارس شيكا من أمام هجوم الاتحاد السكندري، ومن أمام متابعة كادت أن تأتي عن طريق اللاعب فان ديريك، عادت من يد محمد سعيد شيكا لا تجد متابعة، المتابعة كانت من قبل 23 سنة المتقدم من الجهة اليسرى لاعب الجناح الأيسر، ولكن مرت مرور الكرام. الموسم الماضي كان في المركز 11، أنهى مسابقة الدوري ولديه 41 نقطة، الركنية ملعوبة تمر، راحت تسديدة عبد الغني، ولكن تجد الحارس محمد سعيد شيكا مع ضربة البداية مع توليه للقيادة الفنية، كرة من رمي التماس ملعوبة في خطورة للأخضر، لسه وما زالت مستمرة تتهيأ في منطقة الوسط. فان ديريك مقطوعة راحت إلى فاركو في 11 دقيقة من أحداث في الشوط الأول، تعادل يزال مستمر، ركنية رأسية من داخل منطقة الجزاء، سليف يحاول لكن إلى خارج ملعب، أصبحت ركلة مرمى. حاول مورو سليفو عند خط التماس يمر يقترب من منطقة الجزاء مع التصويبة، لكن إلى أعلى المرمى، بعيدة كل البعد عن الشباك. تقدم الملعب، كرة مع فريق فاركو، كرة في اليمين في مساحة أمام جيفرسون إنكادا، محاولة التقدم لو مر، لكن مروان داوود يغلق الطريق بمعاونة سليفو. عادت الكرة للاتحاد السكندري، ومع الدولي حاول أن يوجد حلول، حاول أنه يمر من مروان داوود في موسم 2021-2022. كرة إلى إيمانويل أبيه، يحاول أبيه لخطف هدف التقدم، يتألق شيكا، مش ممكن، رجعت إلى فان ديريك في متابعة، لكن كرة طلعت إلى ركلة مرمى. الاتحاد السكندري يظهر خط هجومه على فترات متباعدة، يقترب رويدا رويدا من منطقة الجزاء ومن شباك محمد سعيد شيكا. هنا الأخطاء، إيمانويل أبيه أخطأ ياسين مرعي، لكن يظهر شيكا يتألق ويتصدى انقضاض رائع على الكرة اللي راحت وتأتي إلى فان ديريك، لكن لم يحسن التصرف، لم يحسن الاستغلال. مطالبة بالتركيز لإنهاء الشوط الأول بشباك نظيفة، بينما فاركو يريد أن يستغل الكرات الثابتة مع ظهور أحمد شريف، مع تقدم عمرو ناصر، مع اقتراب لمحمود عماد وحضور لمحمود جهاد، مع ايضا صعود للاعب ياسين مرعي. الخطا وعلى التنفيذ وليد مصطفى واحمد فؤاد يلعبها، لكن داخل منطقه الجزاء طلعت الى ركله ركنيه. لمست قدم سليفو، لمست قدم سليفو فريق فاركو مقابل بطاقه عند فريق الاتحاد، والكره العاليه ملعوبه تمر الى شريف، فرسيه عمرو ناصر بكره خلفيه، محاوله بمقصيه في محاوله لتسجيل هدف ومطالبه بلمسة يد والحصول على ركل جزاء، ولكنها إلى خارج ملعب، راحت تحولت إلى ركنية تلت على التوالي. اعتراضات لاعبي فريق فاركو، مطالبة لاحتساب ركل الجزاء، كل يطالب عبد العزيز السيد واللي كان احتسب خمس ركلات جزاء في الموسم الماضي بعد لمس الكرة لمحمود شبانة. محمود شبانة من محاولة عبد العزيز السيد لحكمي تقنية الفيديو اللي أشار بأن الكرة إلى ركلة ركنية، لأن يدمح. وهنا محاولة من فرانك فان ديريك وتدخل في هذا التوقيت، سجل وقتها لفريق فاركو، بينما كريم الديب كان وقع على هدف الاتحاد السكندري. انطلقت أحداث الشوط الثاني، إذن أحبتي الكرام
هيا بنا اربطوا الاحزمه لانه بنجامين بواتنج وايمانويل ابي. كره عاليه ثابته خطيره للتقدم، حائره بين الاقدام، استقرت بين الاحضان عند الحارس المادي سليمان، استقرت بين الاحضان للحارس المادي الاتحاد. دخول لمنطقة الجزاء، ابي يحاول لكن من امامه ياسين مرعي، كثافة عددية، راحت، انتشار جيد، عرضية مروان داود، ديريك، اوهو، ومحمد سعيد شيكا تألق. نعم حتى الآن هو نجم. كرة عالية لفاركو في الجانب الأيسر، شريف استلام رائع، ممكن يصوب، أرسلها إلى عمرو ناصر، لكن إنقاذ من دفاع فريق الاتحاد، وصلت في اليمين. بيرسون انكادا، شريف يحاول بكرة مقصية لكنها اليمين عند عبد الغني محمد، انتشار ممتاز. لاعب الاتحاد يحاولون، هنا كريم الديب على مشارف منطقة الجزاء إلى عبد الغني، غني عبد الغني، لكن محمد سعيد شيكا هو من يغرد خارج السرب بالتألق، بالتصدي، بالتعملق من ناحية اليمين. انكادا جوار خط التماس، محمود متولي يتفوق على أحمد شريف. محمود متولي صاحب ال31 قادم ولمدة موسمين. أبيه يستخلص، أبيه، نيجيريا يقترب، يقترب، وبالفعل اقترب هنا في ملعب برج العرب ليأتينا بأحلى تراب. اقترب 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 مع الدقيقة 66، النيجيري إيمانويل أبيه القادم من صباح الأذربيجاني، صباح الاتحاد السكندري أخضر بهدف أول، هدف التقدم يخطئ ياسين مرعي أمام القاطع النيجيرية إيمانويل أبيه، يضع الكرة في شباك محمد سعيد شيكا. كما نشاهد هنا الضغط، الالتحام الشرعي، الكرة تستخلص، سباق، تحدي، تنافس، تتنفس الآن الصعداء جماهير الاتحاد السكندري وهي ترى وتشاهد الكرة تتهادى، تتمادى بقدم النيجيري، يرسم البسمة والسعادة، يرسم البسمة والسعادة ما بين رسمك والزعيم بيانه، يا من تسر بخضره الشطان، ثغر البسالة في جبينك والعلا، حسن يتيه بحبه الشجعان. ها هم الشجعان، لاعب الاتحاد وجماهير سيد البلد. على مشارف منطقة الجزاء يحاول، كرة راحت في الجال يسرى، عرضية إلى فادي فريد داخل منطقة الجزاء، لكن كرة طلعت إلى خارج الملعب. تتجدد محاولات سيد البلد، الكرة داخل، هوهو، لكن في تسلل، يبدو أنها عبرت بكامل هيئتها، لكن الهدف لم يحتسب، لم يحتسب لداء التسلل. كرة ملعوبة وفادي فريد برأسية في القائم الأيمن، لم تعبر بكامل هيئتها، عفوا، من خلال الإعادة اللي شفناها كرة كانت لسه على الخط، ولكن هناك من فريق الموج الأزرق بالفعل كان متسلل. إذن صيباق 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 بطاقة صفراء بعد محاولة عرضية لعمرو ناصر داخل منطقة الجزاء، تصطدم، راحت إلى المادي سليمان، تتلعب عالية إلى ياسين، يتألق الحارس المادي سليمان، أي تألق يا مهدي، المهدي سليمان يرتدي قفاز الإجادة، رأسية ياسين مرعي، برأسية ياسين كانت متجهة ناحية اليمين لتعلن عن التعادل من عرضية ممتازة من كرة ثابتة أرسلها اللاعب محمد فخري، والتوجيه أكثر من ممتاز، لكن الأروع هو الحارس المادي سليمان. بحسن من شكل فريق فاركو ومن حضور البرتقالي، حتى وان كانت شباكه تلقت هدف، راحت الى ابييه، نيجيري، والهدف الثاني قد يكون، لا مش ممكن يا فادي، مش ممكن يا فادي، مع اللحظات الاخيره، عرضيه، شبيك، لبيك كرتك يا فادي قدام رجليك، حطها في الشبكة وانت مغمض عينيك،
لكن يبدو انه بالفعل غمض عينه لحظة التسديد، اطاح بها فوق المرمى بعيدا عن الشباك، ومع ابتعاد الكرة انطلقت صفارة الختام.